اهلا بيكم اعزائنا مشاهدين حلقه جديده، ويلا نتصالح. العمر واحد والرب واحد، ومحدش بيموت ناقص عمر. من بعد ما ظهر فيروس كورونا، مع طول الوقت ومع طول وقت الحظر، ابتدت تظهر حاله من الزهق، وابتدينا نسمع الجمل دي وزيها كتير، يعني ايه اللي ربنا عايزه هيكون، واللي مكتوب لنا هنشوفه. وبدا يظهر كانه عندنا فريقين، فريق ملتزم جدا بالاجراءات الاحترازيه، وفريق تاني شايف انه كفاية قلق بقى مش هتفرق كتير، واللي مكتوب لنا هنشوفه. يا ترى الحقيقة فين؟ يا ترى هل فعلا انا مهما عملت ما اقدرش اغير النصيب والامر اللي مكتوب لي؟ ده هيكون موضوع حلقتنا النهاردة مع ضيفنا موثق في استدراك. اهلا بحضرتك يا باشمهندس. اهلا وسهلا. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن معنى يعني ايه غضب الله، والموضوع كان فارق جدا مع ناس كتير، وصلت لنا كتير تعليقات. اسمحوا لي اختار منها على الفيسبوك متكلم كتابي رائع. حد تاني كتب وقال: صلي من اجل انتهاء الكورونا من العالم وعوده العالم الى الله القدوس، صلواتكم من اجلنا، ربنا يبارككم ويبارك حياتكم. من المانيا، تحياتنا من المانيا. انا اتباركت بان الله فيه الامان اللي انا محتاج له دلوقتي. وصديقة البرنامج مدام نادية دايما بتبعت لنا تقرير وافي عن الحلقة، بعتت وقالت: كالعادة نشكر معلمنا الفاضل جدا، الله يباركه ويعطي له نعمة عند افتتاح الفم. الجميل زي ما بيتكلموا عن أهل تسالونيكي، أعتقد على قد لو مذاكرة مش بتخني، إنه اللي بيفحصوا كلمة الله في تدقيق، كانت بتتكلم على كل نقطة. وعايزة أحكي لحضراتكم باختصار، اتكلمت على النقطة بتاعة السلام، وقالت إنه أنا اتعلمت الفرق بين السلام مع الله وهو الإيمان بالإيمان وسلام الله زي ما قال رب المجد، وإزاي ملء الروح القدس اليوم بيعطي سلام إضافي. اتكلمت عن إنه إزاي غضب الله، إزاي إنه لو أنا بثير غضب الله يبقى أنا قدامه قد إيه. وآخر نقطة قالت إنه دي كانت أخطر نقطة، إنه الدينونة، إننا لا نتكلم حتى لو عن الخطاة في العالم. نشكر حضرتك جدا على الحلقة اللي فاتت، كانت فعلا حلقة دسمة زي ما قالت مدام نادية، ومتوقعين إنه نتبارك برضو النهاردة في الحلقة. عايزة أرجع لأسئلة حلقتنا النهاردة. عندنا جمل جايز هي مترادفة لكن بنسمعها. لما قعدنا سألنا هي الشوارع زحمة؟ حضرتك كل يعني ناس كتير بتنزل الشارع فتفاجأ، أو الأسواق فالدنيا زحمة، ناس كل يعني مش عايزة أقول كلها، ناس كتير قوي في الشارع. ومن ضمن الجمل اللي بتتقال هي الجمل اللي سمعناها: طب يا جماعة يعني إحنا مش ناخد بالنا شوية؟ هو العمر واحد ورب واحد، وما حدش هيموت ناقص عمر، وكل الجمل اللي قلناها واللي ربنا عايزه هيكون. ايه رأي حضرتك؟ هل انا فعلا اللي ربنا عايزه هيكون، ولا انا بايدي اغير امور؟ خليني الاول ابص للكتاب المقدس لانه مصدر ايماننا. مصدر ايماننا يعني ايه؟ يعني ما ينفعش اامن بحاجه ما تكونش مكتوبه بالكتاب المقدس بشكل واضح، وممكن كمان اشوفها في اكتر من حته عشان ما اكونش فاهمها غلط. فنسمع عن إرادة الله في آية ونشوف هل إرادة الله هي اللي بتتحرك وبتلزم الإنسان، ولا وضعها إيه؟ أجيب آية بتقول في تيموساوس: الذي يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. طيب هل جميع الناس بيخلصون؟ هل جميع الناس إلى معرفة الحق يقبلون؟ لا طبعا. طب إذن إرادة الله مش ملزمة للإنسان. إرادة الله دي إرادة خيرة مطلقة موجودة في طيات قلبه، ولكن هل بيجبرها على الإنسان؟ لا، إرادة الله بشكل عام، أنا همشي مع حضرتك في الآيات، إرادة الله بشكل عام من الآية دي لا غير ملزمة. الكتاب المقدس يقول: الذي لا يشاء موت الخاطئ. هل كل خاطئ لا يموت، ولا في خطاه يموت؟ للأسف في خطاه يموت. لما الكتاب المقدس بيقول: كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريده. إذن إرادة الله وإرادة الإنسان، إرادة الله العليا المطلقة لا تفرض على الإنسان، ولو ربنا فرض علي إرادته يحاسبني إزاي؟ تمام، لو ربنا فرض علي إرادته يحاسبني إزاي؟ فالكلام اللي احنا بنسمعه دي إرادة ربنا، وإرادة ربنا هتكون يعني تعبير مش دقيق خالص، نقدر نقول ده سماح ربنا بس مش إرادة ربنا. طيب احنا شرحنا قبل كده فرق ضخم بين الله يسمح به والله يريده. فالله يسمح للإنسان بحريته.
في حد ممكن يقول انه كل قلته حضرتك ده احنا موافقين جدا طبعا عليه، ده كتاب مقدس، ده كلام الكتاب المقدس، ما فيش فيه كلام انه الذي يريد ان جميع الناس يخلصون، دي إرادة عامة، مشيئة عامة لكل البشر. لكن انا بقى لحياتي، انا لعمري، لمدة حياتي على الأرض، كل الكلام ده فيه مشيئة مكتوبة، وده غير المشيئة العامة اللي حضرتك بتتكلم عنها. استنادا على ايه؟ مش مشيئة مكتوبة، هو علم الله السابق، دي حاجة تالتة، في إرادة الله، في سماح الله، في حاجة تالتة اسمها علم الله السابق. نقرأ في الكتاب المقدس مثلا في سفر الأعمال يقول هذا أخذتموه مسلما بمشورة الله وعلمه السابق، ده وبأيدي أسماء صلبتموه. يعني بيتكلم على أنه اليهود والأمم وهيرودس والرومان قبضوا على الرب يسوع وصلبوه، والله كان عارف بعلمه السابق ده يحصل وموظف كل ده لأجل خير الإنسان. بس هل نعفي اليهود من المسؤولية ونقول خلاص بدم ده بعلم الله السابق يبقى الله مشى إرادته؟ لا. معايا؟ مع حضرتك. إذن الله يسمح بأمور ويكون عارف المستقبل كله، كل ما يحدث على الأرض من النهاردة إلى أي زمن مستقبلي، سواء في الماضي أو الحاضر أو المستقبل، الله يعلمه بحاجة اسمها علم الله السابق. لكن هل علم الله السابق هو الفكرة اللي جت لنا من التقليد اللي عايشين حوالينه، أنه علم الله السابق شيء محتوم أو مقدر أو لابد من حدوثه؟ هي الأمور يعني داخلة في بعض قوي، بس خليني برضو أقول لحضرتك، يعني أوكي، ربنا عارف أنا حياتي هتنتهي على الأرض إمتى بعلمه السابق ومحدد كده كمان. في فرق بينه عارف وفرق إنه محدد، دي بقى اللي احنا نختلف فيها مع بعض شوية. هو عارف ده شيء طبيعي، زي ما عارف إذا كنت أنا هنجح ولا لأ، زي ما عارف إن أنا هيبقى لي مكان في الملكوت ولا لأ، زي ما عارف إن أنا هغلط ولا لأ. لكن هل واحد الله يتعامل معايا بناء على ما يعرفه مستقبلا؟ ده أول سؤال. ثانيا، هل ما يعرفه بيفرضه عليا ولا ده معرفة سابقة بصفته الإلهية التي تعرف كل شيء؟ يعني خلينا ناخد السؤالين استاذن حضرتك. اخد السؤال الاولاني، هل ما يعرفه الله يؤثر على تصرفاته معايا؟ انت خلاص هتهلك وانا عارف انك هتهلك، مش هتعامل معاك؟ لا طبعا. هنشوفها في قصه قايين مثلا. الله كان عارف بعلمه السابق ان قايين هيقوم يقتل اخوه، ولكن المفاجاه الساره واللي تورينا قلب الله انه رغم معرفته دي تقابل مع قايين محذرا، قال له ان احسنت افلا رفع، وان لم تحسن فعند الباب خطيئه رابطه وأنت تسود عليه. الله يا رب أنت بتخالف كلامك؟ ما أنت عارف أنه مش هيسود عليه، أنا بديله حقه أنه يسود عليه، وبديله التشجيع أنه يسود عليه، وبديله المعونة أنه يسود عليه، وهو يختار كل الفرص، اداله كل الفرص. وشوف الكلمة، يعني قال له في خطيئة رابضة، وما قالوش أنا بعلم السابق عارف أنك أنت هتغلط، ما قالوش أنا بعلم السابق حاكم عليك، شفت الكلمة، أو كاتب عليك أنك هتقتله، ولا يحاسبه ازاي لو كان كاتب عليه انه هيقتله مثلا. لكن شوف التعبيرات الالهيه، عند الباب خطيئه رابضه وانت تسود عليها، وانت تستطيع ان تسود عليها، انت عندك القوه لكده، عندك الامكانيه لكده، عندك الرغبه، لو عندك الرغبه هتعمل كده، مفيش حاجه اقوى منك. هل الله بعلمه السابق ان قايين هيقتل اخوه تصرف على هذا الأساس وقال له خلاص أنت كده كده ضايع، أنا مش هظهر لك، مش هكلمك، أو هكلمك وقول لك أنت هتقتله؟ لا، العكس تمام. أيوه. إذن علم الله السابق شيء بيحتفظ به بنفسه بصفته الإلهية، ولكن لا يفرضه على الإنسان، زي ما شرحنا قبل كده أنه علم الله السابق، يعني زي ما قلنا قبل كده، الله يقرأ المستقبل ولكن لا يكتبه على الإنسان. يقرأ المستقبل يعني يراه، ولا يكتبه يعني لا يفرضه. عندنا بعض الديانات الأخرى بترى أن في حاجة اسمها القضاء والقضاء، وأن ربنا عايزه هيفرض على الإنسان. إحنا مش لما بنقول الله لا يفرض على الإنسان، مش معنى كده بنقلل في سلطانه ولا مهبته ولا عظمته ولا قدرته، لكن في وسط قدرته العظيمة أعطى الإنسان حرية، وبالتالي هذه الحرية يستطيع الإنسان أنه يفعل بها كل ما يريد في حدود عامة، ثم يحاسب عما فعله، ولا ايه؟ تمام. يعني كلام حضرتك مقنع وكتابي وكل حاجه. ف
فعلا علم الله السابق لا يمكن يكون مش بيعطل تعاملاته، مش يعني الله مش بيتعامل بالشكل ده، مش ولا بيتعامل على اساس فضل. واحد لا يتعامل الله على ما يعرفه مستقبلا. أيوة. ولا يلغي مسؤولية وحرية الإنسان في أن يصل بهذه الأمور إلى ما يفعله، زي الرومان، زي هيرودس، زي اليهود اللي قتلوا رب النولة عشان ربنا كان عارف أن ده هيحصل وما معهمش حاجة. لا طبعا. العمر واحد والرب واحد. لا. ربنا ما شاء الله فعل. تعبيرات جاية لنا من خارج المسيحية بعضها ومن التراث والعرف بعضها، وبنكررها من غير ما نميز ما بين علم الله السابق وسلطانه وجبروته وعظمته وحرية الإنسان اللي يستطيع بيها أنه يفعل أمور وتأتي به إلى إما المجد وإما إلى الهوان. تمام. هو ده ممكن يغير حاجة، هو ربنا كاتب حاجة بالضبط. خليني أقول، حضرتك بتتكلم عن أن ربنا مش لأنه عارف فهيفرض علي أني أعمل حاجة بالضبط. تمام. يمكن فكرة الموت أو عدد أيامي على الأرض فكرة بتبقى مختلفة شوية وصعبة، أصعب شوية، لأنه أنا مش في إيدي حاجة. يعني هو اليوم أنا مش في إيدي أقول أنا هموت النهاردة هموت بكرة، أنا في إيدي أن أنا أتوب النهاردة وما أتوبش بكرة، في إيدي أن أنا أعمل صح أعمل غلط، لكن هو أنا في إيدي أنه حياتي تنتهي النهاردة أو تنتهي بكرة؟ 100% أنا ليا دور في كده، بس ما أنا ما أقدرش أقول إن أنا في إيدي أموت النهاردة لا أجلها بكرة، يعني مش بهذه الطريقة. لكن أنا ليا دور في حياتي، وزي ما هنشوف في حوالي عشرات الآيات بتتكلم إزاي إن الإنسان يستطيع بتصرفاته وإيمانه وسلوكه إنه يؤثر على عمره إما بالإيجاب أو بالسلب. لا ثواني يا باشمهندس. في آيات تتكلم أنه أنا بتصرفاتي أو بسلوكي أو بإيماني أقدر يكون لي دور في عدد أيامي على الأرض؟ آيات بسيطة مثلا، اكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض، من الآيات الشهيرة، وفي آيات كثيرة تتحدث عن هذا. طب هل هذه الآية كانت مثلا غير مقصودة ولا مش موجودة في الإنجيل ولا إيه؟ إذن من يكرم أباه وأمه يطيل أيامه على الأرض، وده كلام الكتاب المقدس، وبقولك في آيات كتيرة بتتكلم عن كده. ولو نقدر نفهم القديسين قالوا إيه، البابا أثناسيوس الرسولي بيتكلم في الموضوع ده بيقول إيه، كما يعد الله الذين يخدمونه بالحق أكمل عدد أيامك، ودي آية كتابية. أكمل عدد أيامك يعني ما تعيش ناقص، ما تموتش ناقص عمر، يكمل كمان. يقول ومات إبراهيم شبعانا أياما، وبعدين يقول يثبت سليمان الحكيم هذه الكلمات أو هذه المعاني قائلا أما سنو الأشرار فتقصر، وبعدين يقول في سفر الأمثال هذا يحسنا في سفر الجماعة، ده في سفر الأمثال، في سفر الجماعة قائلا لا تكن شريرا كثيرا ولا تكن جاهلا لماذا تموت في غير وقتك. في آيات كتير، أنا عندي 10 آيات بتدي النصايح تساعد الإنسان أنه يحيا ويمجد الله ويكمل خدمته، وفي 10 تحذيرات تؤثر على عمر الإنسان. الأمر مش حاجة مكتوبة عليه، صحيح الله يعرفها، صحيح الله له السلطان المطلق، صحيح الله هو ضابط الكل، ولكن زي ما قلنا ضابط الكل لا تعني إلغاء حرية الإنسان وتأثيره على حياته. يعني لو فهمناها بالمثل البسيط، أنا مستهتر بشرب مثلا لا قدر الله خمر وفي مخدرات زي ما قلنا قبل كده وبستهتر في صحتي، طيب وبعدين أقول هو عمري كده، هو عمري كده والعمر واحد والرب واحد ولا إيه؟ لا مش هينفع. بس حضرتك اتكلمت في فكرتين كبار قوي. أول فكرة إنه أنا ليا دور، اللي أنا فهمته من حضرتك، أنا ليا دور بشكل ما في تحديد حياتي على الأرض، بالظبط، تحديد أيامي. والفكرة الثانية إنه حضرتك في آيات ذكرتها بتتكلم عن إنه الشرير ممكن أيامه تبقى قصيرة، بالظبط. طيب احنا كده عندنا فكرتين كبار، مش عارفة نبتدي بأي واحدة فيهم. الفكرتين يعني إيجابا وسلبا، يعني في حاجات تطيل العمر وفي حاجات تؤثر على العمر، أصلي مش تطيله بالظبط، تؤثر على طول العمر وتؤثر على قصر العمر. بس عايز أقول برضو أن طول العمر لا يقاس فقط بالأيام والسنين والشهور، عشان تبقى الدنيا واضحة. يعني قد يعيش الإنسان 100 عام كلها شر وبلية، وقد يعيش الإنسان 60 عام
كلها إثمار وخير ونور وملح في الأرض. يعني ما نقدرش نقيس الأيام بهذا الشكل الرقمي بس. كده فكرة ثالثة فأستاذن حضرتك. طيب لأني كنت حسأل حضرتك، أنت بتتكلم وفي آيات كتير بتتكلم عن أنه مثلا أبونا إبراهيم ده مات شبعان أياما، فهل نقدر نقول أنه طول الأيام ده مرتبط بالبر، مرتبط بأن شخص قريب لله، وبالتالي هناخد العكس ونقول برضو أنه قصر العمر ممكن يكون مرتبط بالشر؟ طيب خليني قبل ما أجاوب على السؤال ده أسأل فكرة تانية. هو ليه في أهمية أن أولاد ربنا يكونوا موجودين على الأرض لفترة أطول؟ دي يمكن سؤال ثالث أو رابع، بس مش عايزين ننسى السؤالين دولة. تمام. هيوضحوا لي الصورة شوي. ربنا قال لنا أن إحنا نور وإحنا ملح للأرض. هوصفها كده يعني وصف بسيط. يعني تصوري أن في طريق طويل كده كذا كيلومتر، وهذا الطريق فيه كل شوية لما كشف نور كشف نور كشف نور. هتصور أن المؤمنين هم كشفات النور اللي على الطريق ده. لو طفى 3/4 كشفات في المنطقة هتبقى منظلمة مظلمة وكئيبة، وتحدث فيها ممكن سرقات أو حاجات سلبية لأنه في ظلام، الطريق هيبقى صعب والطريق هيبقى صعب على الناس. فليه نموت بدري؟ ده سؤال. ليه نموت مش في ميعادنا؟ ليه نقصف عمرنا بالاستهتار؟ ليه نعمل كده؟ أجيب حاجة من الكتاب المقدس بيقول إيه؟ أيام يشوع وعبد الشعب الرب كل أيام يشوع وكل أيام الشيوخ الذي طالت أيامهم بعد يشوع الذين رأوا كل عمل الرب العظيم. بعد نهاية هذا الجيل حصل إيه؟ وفعل بنو إسرائيل الشر في عينيه الرب وعبده البعلي. الدنيا ظلمت، الدنيا ظلمت. داود النبي يقول إيه؟ وأيضا إلى الشيخوخة والشيب يا الله لا تتركني. ليه؟ حتى أخبر بذراعك الجيل المقبل وبقوتك كل آتي. أنا هنور لأولادي والأحفادي، أنا هنور في المكان اللي أنا وحيد بيه، مش لأني كويس، لأن جوايا الروح القدس. أنا كاندل، أنا مصباح، مصباح متأسف مصباح مش كاندل، مصباح. والمصباح ده فيه جوه الروح القدس. هل القيمة في المصباح؟ لا، بس قيمة العظيمة في وجود الروح القدس. فأنا سواء أردت أو لم أرد أنا نور لأن جوايا الروح القدس. وأنا في الدنيا الروحية لو غمضنا كده هنلاقي المؤمنين منورين. يعني لو بصيت من السماء نظرة روحية هتلاقي القاهرة فيها فلان وفلان وفلان. أنا بشجع نفسي بشجع حضرتي بشجع كل الناس اللي بتشوفنا، ما تستصغرش نفسك. إذا كنت أنا لا شيء لكن جوايا كل شيء، إذا كنت أنا جسم معتم لكن جوايا أصل النور، إذا كنت أنا مش مقدر اللي أنا بعمله أو اللي أنا موجود فيه لكن اللي جوايا مقدر وشايف. بتلاحظ أن أولاد ربنا في كل مكان يقولك أولاد الله ظاهرون. لا، بس الناس بتتريق علينا. ممكن الناس تتريق عليا، ولما تدخل في ظروف صعبة ترفع التليفون يا فلان صلي لي. هو عارف أن في نور، ولكن شوية أحيانا الناس بتحب تنتقد وتدين. فإحنا نور موجودين في العالم نور. طيب لما نموت بدري، طيب النور ده يقل ولا ما يقلش؟ إذن وجودنا هو وجود هام جدا لصالح الأرض وصالح قرايبنا ولصالح شعبنا صالح المكان اللي أنا كنت فيه. لو تفتكر في سدوم وعمورة لو وجد 10 بس من ولاد ربنا سكرت حضرتك تتكلم. أيوة، كان في قضاء ممكن يبقى ما يجيش على البلاد دي كلها بسبب 10. بشجع نفسك ما تقولش يعني تقبلت مع مؤمنين احيانا في لحظات معاناه اقول يا عمي وخلاص واحنا هنسافر ومش هنعرف نطولها يوم وهي محطه وهننزل فيها ومكتوب علينا تعبيرات ما فيهاش الايمان لكن يمكن فيها شيء من الياس شويه او شيء من اني بسلم حاجه في ايدي عظيمه الله اداها لي. انا ليا وجود وليا نور وليا تاثير، وربنا كان يعني بيخدعنا لما يقول انتم نور العالم. لا، ما بيخدعناش حضرتك. وانت بتتكلم يعني في صور كتير قوي جايه في ذهني. يعني يمكن زي ما حضرتك قلت جايز احنا كتير مش بنقدر قيمه اللي عمله الله واللي ممكن يعمله من خلالنا واللي جوايا. واللي انا قيمتي الكبيره في اللي جوايا. انا ما فيهاش روح ملاك او روح قديسين، ده روح الله نفسه. فكم من نور يمكن ان يكون في داخلي جايز انا نفسي مش شايفه على فكره. بسبب اعتياد الأشياء. أنا مش شايف اللي جواي. لكن أكيد في الدنيا الروحية ده شيء مرئي
وأولاد الله ظاهرون بالنور اللي فيهم، وده مش محتاج كلام. بالظبط. وأنا ممكن أقول لك بعض الحاجات الكتابية اللي تساعد كده لو تحبي أكتر. طبعا بس لأن أنا عندي برضو عندي حاجات زي ما بيقول with against، يعني طيب. with إنه مع كده الواحد بيتذكر وبيشوف فعلا حقيقي في أماكن متباركة بسبب وجود صح. مؤمنين فيها. بالظبط. يعني أنا شفت أشغال أماكن تحس إنه المكان ده فيه بركة لأنه فيه حد صح. تبع ربنا صح. ماشي بأمانة صح. مهتم ومعتني وبيصلي. ففعلا وده كتابي. أنت ما تنسيش لما تأملنا في شخصية يوسف الصديق يقول لك وبارك الرب بيت فوطيفار بسبب مين؟ أيوة بسبب وجود يوسف. وهو الراجل شاف كده ورأى، يعني ورأى فوطيفار إن كل ما يصنعه ينجح فيه، وإنه تبارك جدا 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 بوجود يوسف. وعلى فكرة ده اللي خلى فرعون يقتنع، يعني مش مجرد تفسير الرؤية. أن فرعون جات له تقارير قال الولد ده أحط في إيده تراب يتحول لذهب، الولد ده بيتي كانت إمكانيته كده خلاني فوق، الولد ده ثروتي تضاعفت تحت إيده بشكل غير عادي. طيب هو يوسف خد حاجة لنفسه؟ لا، ده كان سبب بركة لأنه نور. مش يوسف بس، أنا وحضرتك وكل مؤمن صغير يمكن لسه بدي مع ربنا من يومين، هو نور. ليه؟ الروح القدس جواه، الروح القدس هو سبب النور. أقول لك آيتين يمكن يساعدوا. أنا عايز أسمع من حضرتك الآيات، لأنه لأن أنا في آيات تانية بتروح تطلع كده. طيب يا باشمهندس، إحنا ليس لنا هنا مدينة باقية، يعني إحنا مش باقيين عليها. صح. فخليني أسمع كلام حضرتك. أيوة، إحنا مش بنينا باقية، إحنا مش هنكمل حياتنا ملايين السنين هنا. بس يقول الكتاب ولما أكمل خدمته مضى إلى بيته. يعني أنا عايز أكمل خدمتي الأول وبعدين أمضي إلى بيتي، عايز أخلص الوقت اللي موجود فيه على الأرض وأكون سبب نور وسبب ملح. وبعد ما أخلص خدمتي محدش هيعيش على طول طبعا. والآية دي مش بتتكلم على إن إحنا نموت بدري، دي بتتكلم ان الواحد ما يبقاش عايش في العالم. زي ما اتفقنا احنا بنعيش في العالم لكن العالم مش بيعيش فينا. يعني مش عايشين من اجل العالم، لكن احنا نور للعالم. وده بكلام الرب يسوع وقت قال انا نور العالم. قال طب انا همضي للاب وبعدين هعطي هذا النور لكم. ايه؟ انتم نور العالم. هيحصل ايه يوم الخمسين؟ كل واحد فيكم هتيجي ألسنة من النار، والنار فيه نور، تيجي على كل واحد فينا. الروح القدس اللي جوانا هو ده سبب النور وسبب القيمة اللي نقدر نقول عليها اللانهائية اللي في أولاد الله. أمين. حضرتك قلت حاجة مهمة قوي أنا فرقة معي، إنه أنا عايز أعيش هنا وأتمم خدمتي وأتمم صح. عملي وأتمم اللي ليا من ربنا أو اللي ربنا مخططه لحياتي عشان أعيشه صح؟ تمام. وأعيش نور. تفضل حضرتك. ده اللي قاله زي ما قلنا داود النبي بيقول أيضا إلى الشيخوخة والشيب، يا الله لا تتركني حتى أخبر بذراعك الجيل المقبل وبقوتك كل آتي. يعني ده أنا مكلف بكده. ونقول برضو الكتاب يشرح عن داود النبي أنه مات بشيبة صالحة وشبعان أيام. يعني إيه شبعان أيام؟ يعني حقق كل اللي الله كان جوه قلبه يعمله. نقرأ كده مثلا بالرمز، يقول لك وقبل أن ينطفئ سراج الله، صمويل لما كان في الهيكل. أيوة. البعض يقول سراج الله ده هو الأسرجة اللي كانت جوه الهيكل، والبعض يقول لا ده مرموز عن مين؟ عن عالي، آخر قضاة إسرائيل. قبل ما ينتقل عالي كان الله بيحضر قاضي بديل ليه. شوف التعبير، وقبل أن ينطفئ سراج الله كان في كلام لصمويل. كلام ده بالنص بقى مش بالتأمل، عن يوحنا المعمدان رب المجد يسوع يقول كان هو السراج الموقد المنير. يعني انت نور، ده بتكليف السماء، وده تكليف وامتياز. تكليف لان ليه دور، وامتياز لاني انا ابن لله والله ما جعلني نور. ليه اطفي بدري؟ ليه اذهب في غير وقتك زي ما بيقول الكتاب؟ لماذا اموت في غير وقتي؟ ليه اكون مهمل في صحتي ومهمل في المحافظة على نفسي ومهمل في مدى تأثيري الضروري؟ احنا نور واحنا ملح. أنا يعني يمكن شرحت لحضرتك قبل كده، ملح كان زمان مش عشان المذاق، الملح ويمكن كان بيحفظ. يعني كانوا مثلا يجيبوا قنينة من الحبوب مثلا ويحطوا عليها في السطح، لغاية فترة قريبة جدا أهالينا زمان كانوا يحطوا طبقة ملح ومن الحشرات ما تجيش. يعني الملح للحفظ. طب لو الملح مش موجود ماذا يحفظ العالم؟ إذن بلاش، يعني بلاش الفكرة اللي بتاخدنا في سكة، يعني زي ما بقول إيه، يائسة. يائسة كون إن أنا أبقى مستهين بالفترة اللي أنا هعيشها على الأرض،
شايف انها مش مشكله وفتره وتعدي، ومش هو ده اللي انا عايش عشانه، انه انا عايش عشان السماء، انه انا كل اللي في ذهني بس هو السماء، انا مش فارقه معايا الارض باي شكل من الاشكال. اللي انا فاهماه من حضرتك انه ممكن تكون جوه هذا الكلام في روح كده بتهمل دوري هنا على الارض. صح. وانا اسال حضرتك، انا مهتم جدا بالسماء، مكاني ومكانتي. نفسي يبقى لي مكان في ملكوت السماوات، نفسي يبقى لي نجم مميز. طب هيتحدد النجم المميز هناك؟ تميزي هيتحدد وانا هناك؟ لا، هيتحدد على انا عشت ازاي هنا. اذن انا بفكر في هناك وبحوش لهناك زي ما الرب قال، وبحدد مكانتي هناك زي ما الرب وضح لنا، بس كل ده بيتم هنا. فانا دماغي هناك لكن انا هنا دلوقتي، فعايز اتمم رسالتي. تمام، احوش هناك دي مرتبطه بانه اتمم رسالتي ومرتبطه بالزمن اللي احوش فيه. وانا لو حوشت في سنه زي ما حوش في سنتين؟ لو حوشت في سنه، لا طبعا. لو عندي وقت اكتر هشتغل اكتر، لو انا فعلا امين واخد الموضوع جد. بس كده. هو طب انا لو سالت حضرتك، هو ابن ربنا حتى لو وصل لقامه روحيه عاليه يقدر يختار ينتقل ولا لا ينتقل؟ يقدر يختار ينتقل ولا ينتقل؟ لا، هو مش هيختار، بس دايما بنفتكر طبعا القول بتاع بولس الرسول، لكن هيختار. مش عارفه. طب تعالى نشوف الاصل. دايما الناس حافظه اي جزء بس بتقول لان اللي هي الحياه هي المسيح والموت والرب وخلاص وسكتنا. لا، تعالى نشوف المشهد كله بعد كده. الكلام ده في فيليبي اصحاح 1:21-24 يقول ايه؟ لأن لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح. ولكن إن كانت الحياة في الجسد، مش الموت ولا الانتقال، هي لي ثمر عملي. بص السؤال، فماذا أختار؟ طيب هو أختار إيه بقى؟ هنشوف دلوقتي. بس هنا دلوقتي مين؟ هو هنا بيقول أنا أختار إيه؟ طيب، فماذا أختار؟ لست أعلم. كان قاعد بيتشاور مع الروح القدس جوه قلبه، يا ترى ذاك أفضل جدا صحيح، ولكن الخدمة هنا محتاجاني ثمر عملي، هختار إيه؟ فإني محصور من الاثنين، لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح ذاك أفضل جدا. كلنا حافظين دي برضه، بس لسه في آية. ولكن أن أبقى في الجسد ألزم من أجلكم، يعني وجودي في الجسد مش هنتقل دلوقتي عشان أنتم محتاجين لي في الخدمة. فإذا أنا واثق بهذا أعلم إني أمكس وأبقى مع جميعكم لأجل تقدمكم وفرحكم في الإيمان. هو الراجل بيختار أهو، وبيختار في شركة مع الروح القدس برضه، عشان الناس ما تفهمش كلامي غلط. أنا بص يا رب اديني 10 سنين زيادة، لا، في شركة. ماذا أعفق لست أدري، يعني في شركة، حوار بينه وبين الروح القدس. أنا إذا كان عليا متعادل هنا أفضل جدا، وهنا ثمر الخدمة. عايزني فين يا رب؟ بس واضح انه في روحه كده حس انه لا، لسه انت لسه ليك دور هنا. هو قال مش كده؟ وقد كان الرساله دي بتاعه تيموساوس دي في فيليبي. هنشوف ان بولس الرسول انتقل في سن متاخره بعد كده بكتير، وانتقل بعد ما عمل حاجات معينه. يعني بولس الرسول اللي احنا دايما نقول ونستشهد بالايه دي، ودي مشهوره جدا، مع المسيح ذاك افضل جدا، وكانت هي دي لم يختارها لانه كان في شيء الزم. يعني الزم يعني ايه؟ يعني احتياجه اكثر، او شيء بيلزمني بالوجود. بص بقى بولس الرسول، واللي كان بيلزمه بالوجود هو ثمر عمله، انه بالزبط. ليه شغل لسه ما خلصش، لانه عارف انه نور. ونفسي انا وحضرتك وكلنا، يعني نفسي لو في البيوت كده الزوج يقف يسلم على مراته والاثنين ولاد ربنا يقول لها انت نور، وهي تقول له انت نور، والولاد يقولوا لبعض كده انت نور للعالم. ما تنساش كده، ما تنساش مقامك الروحي. احنا في تواضع، لكن التواضع مش هو معنته صغر نفسي. التواضع مش اقلل في عمل الله في حياتي. التواضع مش ان اقول انا قليل وروح القدس اللي جوايا قليل، لا لا لا، دي ما اقدرش اقولها. اقول انا مصباح جايز لسه عايز اتنظف، لسه عايز اتلمع، لسه عايز ابرق، لكن ده مش هيلغي ان جوايا نور الروح القدس. فده الشيء لازم يكون في يقين جوه القلب. نكمل قصة بولس الرسول. في تيموساوس بقى، في تيتوس يقول ايه؟ فاني الان اسكب سكيبا،
ووقت انحلالي قد حضر. خلي بالك الكلمات دي مهمة قوي اللي جاي. قد جهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي. السعي يعني إيه؟ كلمة السعي الماتش اللي هو كان زي اللي بيجروا يعني. يعني تخيل إن إحنا في سباق جري وجي واحد قبل ما يكمل السباق وقف، هل الراجل ده يكسب؟ لا طبعا. لم يكمل السبق، أكملت السعي يعني أكملت السبق. حفظت الإيمان يعني أنا ليا اهتمام إن أنا أعيش لغاية ما أكمل الدور بتاعي وأكمل خدمتي وأكمل السبق أو السعي. بعد كده يقول إيه؟ بس اللي جاء مهم أو عدد 8، وأخيرا قد وضع لي إكليل البر. طب لو انتقلت من 10 سنين، فين أخيرا دي؟ هو بيتكلم زي إيه؟ كأنها مهام بالظبط. أنا ورايا كذا وكذا وكذا وكذا، فلما أخلص دول يبقى كده خلاص. إحنا حافظين آية، ولما أكمل خدمته مضى إلى بيته. طب خلينا نقول الكلمة دي، نكمل خدمتنا الأول ثم نمضي إلى بيتنا الأبدي. بنقولها لأبائنا القديسين وأبائنا الكهنة لما ينتقلوا الخدام الكبار. طب برضو لازم تبقى مترسخة، بس خلي بالك كلمتين هنا. أكملت السعي. وفي الناحية التانية أخيرا، أخيرا أتليست خلاص قد وضع لي إكليل البر. طيب الكلام ده كان بولس الرسول في سن كام سنة؟ هو بولس الرسول استشهد، فيعني يعني أنا ما أعرفش هو عرف ربنا إمتى، بس ما أعتقدش إن هو كان عجوز كان شاب، يعني كان كبير. كان شاب وقت رجم استفانوس. كان شاب. عند حضر قد إيه؟ يعني وضع الثياب عند قدمي شاب اللي هو شاب. طيب فيعني يعني لا نتوقع ان هو يكون يعني كان كبير في الايام، يعني ان هو كان عجوز يعني انه كان. الفكره العامه اللي بسمعها من ناس كتير بيقولوا الجيل الاول ده كله مات بدري بدري عشان استشهد، يعني بالكتير 40، لو كمل 45 ده يبقى عايش. دي مش حقيقه كتابيه ولا تاريخيه. بولس الرسول استشهد في سن 65 سنه. 65 سنه، وساعتها الاعمار ما كانتش زي دلوقتي، عشان عارفه كان في امراض وبيئه وظروف صحيه مش قد كده. 65 سنه وهو كمل الشوط بتاعه وكمل السبق بتاعه، واخيرا وضع لي اكليل البر. مش بولس الرسول بس، بطرس الرسول. بطرس الرسول قال ايه؟ عالما ان خلع مسكني قريب كما اعلن لي ربنا يسوع المسيح. بولس الرسول استشهد في سن بطرس في سن 77 سنة. 77 سنة؟ ده شبعان أيام. ما هو مسؤولية، لازم ينور أكتر وقت ممكن، لازم يضيء أكتر وقت ممكن. لما الناس دي ما تبقاش موجودة، بصي للعالم هتلاقيه مظلم. لما القديسين دول اللي هم ولاد ربنا كلهم بيعتبرهم الكتاب المقدس قديسين مع اختلاف. أيوه. عشان احنا بنصلي في القداس بنقول القدسات للقديسين. أيوه. بس ايه؟ المقدسين يعني، عشان مش قدسين بمفهوم القداسة العملية. المقدسين دول ايه ميزتهم؟ اصل الروح القدس جواه، فهم النور للعالم. فلازم القديس بطرس يقدر يكمل خدمته. دول اللي استشهدوا. قديس يوحنا الحبيب نعرف ان هو لم يستشهد، وبيقال انه انتقل في سن من 95 الى 100 سنة. ياه. هو لازم يكملوا نور، دي لازم تبقى حاجة بتتصحح في ذهننا، لأن كان في صورة قديمة أنهم ماتوا بدري بدري وأنه كانوا بيجروا على الموت. لا، كانوا بيجروا على النور، لكن لو اعترض طريقة الموت مش هيخافوا منه. لكن هم ليهم رسالة يكملوها، يثمروا بيها، يحققوها، يفرحوا ويفرحوا. أمين. هو حضرتك رديت على السؤال اللي ساعات يروح طالع كده في الوسط. حضرتك بتتكلم عن أبائنا التلاميذ، يعني ده الصف الأول، لكن حضرتك قلت في النص، قلت دول أبناء الله، ده المقدسين، اللي هو أنا ممكن أكون على صغير قوي، لكن أنا زيهم في المهمة، في النور اللي موجود جوه. بالضبط. زي ما تشوف حضرتك مثلا كشاف مثلا 1 كيلو وكشاف 100 واط، كشاف 10 واط، كشاف، بس كله بينور. بس عايز أقول لك حاجة، صدقين لو كشاف قوته شمعة واحدة أو 1 واط في الضلمة له إيه؟ واحنا شايفين ان العالم محتاج لنا، محتاج لنا جدا. مع زيادة التكاثر الانساني، انت عارف ان العالم دلوقتي وصل بيقولوا لاعلى مستوى في بقاء الانسان بسبب التوالد والحفاظ على العمر من خلال الاحتياجات الصحية والطبية. وفي نفس الوقت وصلنا 7.7 مليار بيقولوا محتاجين ولاد ربنا ما يموتوش بدري.
يعيشوا وينوروا ويكملوا خدمتهم. بس هل لو واحد مثلا انتقل صغير يبقى ده مش ابن ربنا؟ هو ده بقى السؤال. طيب هما دول كلهم انا كده اللي وصلني من حضرتك انا اتشجعت انه طيب لا يا رب انا عايزه اعيش ايامي كلها في مجدك، عايزه اعيش انور، عايزه اعيش اكون ملح، ولما اخلص مهمتي اللي انت مرتبها لي خلاص انا ابقى سعيده جدا جدا انه ابقى معاك في السماء. فعلا ذاك افضل جدا. جميل تمام. بس طيب في ناس احنا نعرفهم مؤمنين ولاد ربنا حلوين جدا انتقلوا في سن صغير. سؤال كويس. اول كل حاجه الرب بيعلمني في الكتاب المقدس لكي ما احكم على نفسي ولا احكم على الاخر. أيوه. دي قاعده روحيه ثابته في كل حاجه، والا بدل ما الكلام ده يكون لسبب خلاصي يكون سبب دينونه تاذين. كل واحد ليه خطه خلاص وخطه تاثير وخطه وجود. جاز هو في وقت قليل خلص مشواره انا ما اعرفش، جاز هو في وقت قليل اكمل سعيه انا ما اعرفش. فانا ما احكمش على غيري، لكن انا اقول انا اتمنى اني اعيش اطول فتره ممكنه لاجل حاجتين، لاجل ان اثمر ولاجل ان اضيء للاخرين، لاجل ان اكون سبب بركه لغيري. الفترة دي كام سنة أنا معرفش، بس أنا بلغي فكرة إن الواحد يعيش وقت قليل ويلا نموت وأهو قطر وهننزل فيه وهو محطة ولازم تجيلنا وهو مكتوب علينا ومش هنعرف نعمل منه حاجة وكأنه قضى. وإحنا مش بنؤمن كمسيحيين بفكرة القضاء والقدر، لكن بنؤمن بسلطان الله وهبته ووجوده، بس الذي لا يفرض على الإنسان كل شيء. ودي طيب. فكرتين بعاد عن بعض خالص. طيب خليني بس انا عايزه اكد على الفكره اللي حضرتك قلتها، انه كل الكلام اللي قلناه من اول ما بدينا الحلقه ده عشان اخده ليا. صح. انا اخده ليا، لا ابص على غيري ولا اقيم غيري، ده مش موجود. ولا ليا حق ان انا ادين الاخرين. ليه كمان؟ لانه ده بيقول الكتاب لا يعرف ما في الانسان إلا روح الإنسان الساكن فيه. هو أنا أعرف اللي جوه قريبي ده إيه واللي جوه مثلا قريبتي ده إيه؟ ما أعرفش اللي جوه قلوبهم إيه، لكن أعرف اللي جوه قلبي. هل أنا أكملت السعي ولا لا؟ دي حاجة أنا أشعر بيها، لكن هل أعرف أخويا كان أكمل السعي بتاعه ولا لا؟ هو جايز بتظهر مش في شخصيات اللي هي مثلا حد قريبي أو كده، لكن خلينا أقول زي ما بيقول في النيمز، يعني في الأسماء الكبيرة. إنه أنا مش عايز أذكر أسماء، لكن إحنا نعرف قديسين كبار، أباء، كهنة عظماء، وانتهت حياتهم عن سن مش كبير. فبيطلع هنا بقى السؤال، بيظهر هنا السؤال، طيب إن كان ثمر العمل زي ما بولس الرسول قال، طب ما دول حياتهم انتهت بدري، وفي غيرهم كثير اللي عاشوا فترة طويلة ونوروا وكانوا سبب خير وبركة. ما نقدرش، إحنا مش دورنا نحكم يعني كده. احنا هندخل من فترة الفايدة لفترة الإدانة، يبقى أكيد اللي مات بدري ده كان مش عارف إيه، ونعمل زي أصدقاء أيوب، وأكيد مادام حصل لك كده أيوب يبقى أنت عامل عملة سودة وربنا يجي يعاتبك. حضرتك قلت فكرة كمان مختلفة شوية، قلت إنه أحيانا ممكن يكون حد بيخلص فعلا المهمة بتاعته بدري، يعني دي حاجة تخص حياته هو اللي الله وحده يعرفها. صح. هو حاجة والله. كمان احنا قلنا ان العمر يقاس بالزمن وبالتأثير اللي في الزمن. جايز واحد يعيش زي ما احد القديسين قال، رؤساء الكهنة اللي هم القيافة وحناني عاشوا كتير، ولكن يا ريتهم ما كانوا عاشوا. ليه؟ الحياة كلها في الاسم وفي الشر. فمش طول الوقت، بس طول الوقت المثمر، المبهج، المفرح، المؤثر. يعني في أمثلة برضو بنسمعها كده، يقولك إيه؟ طولة العمر شهم. مش ده اللي بتكلم عليه، مش بتكلم على طولة العمر اللي مليانة شقة وتعب ومرمطة، مش ده اللي بتكلم عليه. بتكلم على طولة العمر المثمرة التي تعطي نور وتعطي خير وتسبب أثر جيد في المحيط اللي حواليا، سواء اللي قريب وسواء اللي بعيد. أنا نور في أسرتي، أنا نور في عيلتي، أنا نور في العمارة والحي اللي أنا فيه، أنا نور في كنيستي، أنا نور في بلدي. المؤمنين اللي موجودين في كل بلد سبب خير وسبب حفظ للبلد زي ما شرحنا قبل كده. ربنا في يوم من الأيام كلم حزقيال قال له طلبت من بينهم رجل أن يقف في الصف، ما لقيتش. موسى النبي وقف أوقفات كتير لأجل خير شعبه. إحنا محتاجين نكتشف إن دورنا كبير،
ومش من التواضع زي ما قلت من شوية إن إحنا نقلل من قيمة عظمة الروح القدس اللي جوانا. أستاذنا حضرتك، أعتقد إن إحنا محتاجين نكون بنصلي إنه المعنى الرائع اللي في الكتاب المقدس ده يكون بيثبت فعلا جوه قلوبنا وأرواحنا، إنه أنتم ملح الأرض وأنتم نور العالم. هل أختنا إيريني معانا على التليفون؟ تفضلي إيريني. بسم الاب والابن والروح القدوس الاله الواحد امين. نشكرك يا رب ونبارك اسمك. قلت عننا اننا ملح الارض واننا نور العالم. خليت يا رب لحياتنا معنى وقيمه لما اديتنا هدف وتكليف عظيم نعيش علشانه. انا رب النهارده بختار اني اصدق كلماتك عني اني نور وملح، مش عشان انا كويسه لكن عشان روحك اللي ساكن جوايا. يا رب أنا بتشجع النهاردة إني أكون في مكاني وإني أقوم بدوري وإنه يكون لي تأثير ونور في المكان اللي أتوجد فيه، وأبقى زي الملح اللي يحفظ العالم وأفرح رب وأفرحك. أنا رب عاوزة أبتدي أشوف الحياة بنظرة مختلفة، مش أيام شبه بعض وبتعدي، لكن أنت رب تقدر تغير النظرة هي إساءة اللي جوايا. أنت رب تديني إني أكون أحب الحياة وأعيشها وأنا متكلة عليك وأنا متشددة بيك، وأنا رب ببادلك الحب وبلتصق بيك وبسمع صوتك. أشكرك رب لأنه لما أحفظ كلمتك جوه قلبي تكثر أيامي زي ما كلمتك تعلمني. بتشجع رب أني أقضي حياتي في صحة وقوة، أعيش أكتر وأنور أكتر وأثمر أكتر وأكون بركة لكل اللي حواليا. مش عاوزة رب أكون بستسلم للضعف، مش عاوزة أكون بستسلم للأمراض، لا أموت في غير وقتي. ساعدني وعلمني أهتم بجسدي وبصحتي. ارفع رب إيماني النهاردة أني أعيش العمر المناسب لخدمتي، أكمل كل عمل أنت كلفتني به. حياتي ما تنتهيش قبل ما أخلص مأموريتي ورسالتي، ولما تكمل أيام خدمتي أمضي إليك. شكرك رب وأبارك اسمك. من فضلك رب تسمع وتستجيب مع صلوات جميع القديسين. أمين. 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 أشكرك جدا يا ريني على صلواتك. مهندس ألفريد، حياة المؤمن غالية، حياة المؤمن ليها هدف وفي سعي زي ما حصل مع بولس الرسول. المؤمن ابن ربنا نور وملح في الأرض والعالم محتاجه. صح. وده يشجعني إنه لا يا رب أنا مش عايز حياتي تنتهي على الأرض هنا غير لما أكون تممت خدمتي، زي الآية اللي احنا كلنا حافظينها إنه ولما أكمل خدمته مضى إلى بيته. مظبوط. السؤال بقى هو أنا في إيدي حاجة أعملها؟ في إيدي حاجات كتير. احنا عندنا 10 نصايح تطيل العمر بالمقياس اللي احنا قلناه وبالطريقة اللي احنا قلناها، وعشر تحذيرات ممكن تأثر على العمر إنه ينقص. هنقول آيات كتابية مش مجرد اجتهادات يعني. أول حاجة السكنة في ستر العلي، مزمور الشهير اللي تأمننا فيه قبل كده، مزمور 91، هقرأ مقتطفات منه. بيقول الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت. وهنا بيتكلم عن اسمين لله مش صفتين لله. اسمين. الله كان ليه أسماء محببة لشعبه في العهد القديم، وهنا كان اسمه اللايون واسم اسمه شداي. لايون وشداي. اللايون يعني العلي، الشداي يعني القدير. الشداي زي شديد شوية في اللغة العربية. يعني هو اسمين أروع من بعض. العلي يعني فوق كل سلطان، فوق كل قوة، فوق كل احتمال، فوق كل قدرة. فيروس كورونا ومحدش قادر عليه وإمكانياته غير محدودة، الله فوق كده بكتير قوي. فأنا ساكن في ستر أو في حماية اللي فوق كل قوة وفي نفس الوقت الشديد القوة الشيطان في ظل القدير يبيت. يا ترى المزمور ده بيتكلم عن ايه؟ بيقول اقول للرب ملجأي حصني الهي فاتكل عليه. ليه؟ لانه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر. مين اللي ينجيني؟ اللايون والشيطان. انا في حماية اسمين من اروع الاسامي الالهية. تعرف الله قدم كائيل وألوهيم وأدوناي، قدم ايضا اللايون والشيطان. وشعبه كان بيعتبر ان دي الحصانة او دي السور العالي اللي بيحميه. ده مرة اتكلم على الوباء هنا في عدد 3 وفي عدد 6، ولا من وباء يسلك في الدجا ولا من هلاك يفسد في الظهيرة، ودول اتأمننا فيهم. لكن يفاجئنا ويفرحنا الكتاب المقدس في عدد 16 يقول ايه؟
امتيازات الساكن في ستر العلي. من طول الأيام أشبعه وأريه خلاصي. اللي بالك هنا أيام أتكلم هنا في طول أيام، ولكن أيام مشبعة، مش أيام وخلاص، مش أيام جفاف، مش أيام وتعدي، مش أيام شقة، لا دي أيام مشبعة. أنا لي امتياز لو أنا من سكان هذه المدينة الحماية، وثم من طول الأيام أشبعه وأريه خلاصي. طول الأيام دي بتتكلم على عمر قليل قد إيه، ما نقدرش نعده بالسنين، لكن أيام طويلة ومشبعة. طب ليه يا رب بتشبعني؟ بحبك، وإيه كمان؟ هتثمر وتكسر وتملأ الأرض. أنت نور، أنت مؤثر، أنت لما بتاخد من السماء شبع هتسكت؟ لا، هتقدم حب، هتقدم معونة، هتقدم خير، هتقدم تعضيد، هتقدم وقفات، هتقدم مساعدة. هتقول طب بس أنا دوري قليل. الدور القليل صاحب الوزنتين تبارك وقال له نعم أيها العبد الصالح والأمين، زي صاحب الخمس وزنات وفي مثل تاني كل من أخذ وزنة أثمر بيها. بس هو السر كله في النور اللي جواك، ما تخبيش النور. أبناء الله ظاهرون، ما تخبيش النور، اتكلم على ربنا بتكسف، ما تتكسفش، اعلن عن إلهك. بس خايف أكون متكبر، فين الكبر لما بتقول لله العظيم عمل وما تقولش عمل معك يا أخي؟ قول عمل مع آخرين، سمعت كذا، حد حصل معك كذا. اتكلم عن الله بلا خجل بلا خوف. في الوقت ده بالذات الناس محتاجة كلمة تطمئن وتقود الخطى وتساعد الإنسان أنه يقرب ويستريح ويطمئن. ده وقتنا. الساكن في ظل العلي فوق كل شيء، في ساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت. مزمور الحياة مشبع وبيوجه أن في مدينة الله السكان طوال الأعمار، وزي ما قلنا العمر لا يقاس فقط بطولة العمر ولكن بمدى هذه الأيام وتأثيرها، ولكن الزمن ليه دور. يعني أنا محتاجة أفهم النقطة دي من حضرتك، بس أنا عايزة قبل ما أفهمها بالضبط عايزة أرجع تاني أقول إحنا بنستمتع بهذا المزمور. يمكن المزمور ده من أكتر المزامير قراءة أيوة هذه الأيام بالضبط، بس يمكن أول مرة ناخد بالنا من طول الأيام أشبعه. دايما جايز إحنا مركزين على جزء الوباء، أيوة الوباء الخطر، لكن حضرتكنا بتتكلم إنه امتياز للساكن في ستر العلي إنه من طول الأيام أشبعه. أمين. ده امتياز لينا إحنا كأولاد الله. أمين. خليني أرجع للفكرة التانية اللي حضرتك قلتها، إنه من طول الأيام أشبعه. حضرتك قلت إنه طول الأيام مش فقط عدد لكن حياة مثمرة كمان. خليني أفهم ده أكتر. يعني في البعض يقولك لا خلاص مش مهم العدد، أيام صغيرة وخلاص. لا، الأيام الطويلة مهمة ولكن ليست فقط أيام طويلة. يعني مداها بقى قد إيه، كم سنة، كم عمر، تختلف بمدى الأثر والدور والتكليف والعمل. يعني في واحد ليه تكليف ممتد، في واحد ليه تكليف أقل، فما فيش حد يقدر يعني يقول ده 60 وده 70 يبقى 70 أحسن. ما حدش يقدر يقول كده بقى. يعني ما نقدرش نبني عقيدة على مشاهدات، احنا نبني عقيدة على كلمة الله. مش كده؟ فما قدرش أقعد مثلا في مكان أقول لا أنا بس أنا أعرف أحد الناس القديسين انتقلوا صغير. طب ما أنا أعرف عشرات القديسين انتقلوا في سن مبارك وكبير، تمانينات وتسعينات. ما نقدرش، يعني دي مش طريقة يتبني عليها عقيدة. تمام. العقيدة تبنى على كلمات الكتاب المقدس. قصدي يعني مش العقيدة الأرثوذكسية ولا لا، قصدي العقيدة الإنسانية إيمانيا. فهنا الكتاب المقدس بيقول سكان هذه المدينة يعيشون ويعطيهم الرب طولة العمر المشبع لكما يشبعوا، يأخذوا شبع ويشبعوا. فدي الفكرة الروحية اللي بنتكلم عنها. ليه؟ عشان الإثمار وعشان التأثير وعشان دوري وعشان سعي وعشان خطة حياتي اللي تختلف كثيرا عن خطة حياة آخرين. يعني لم ينتقل بولس وبطرس في سن 77 ومثلا بطرس استشهد وقديس يوحنا لم يستشهد. كل واحد خط لما تقابل رب المجد معهم وقال قديس بطرس على انتقاله خطة حياته قال له هذا ما له، قال له لا مالكش دعوة. وأنا بقول لنفسي وبقول لكل واحد من فضلك مالكش دعوة، مالكش دعوة من فضلك. حتى رب قال له إذا كنت أشاء أن يبقى حتى أجيء فماذا لك، اتبعني أنت. نفسي الآية دي نقولها، لأنه قد نخرج من التعليم بالإدانة. يعني أتعلم حاجة وبعدين بدل ما أطبقها على حياتي عشان أتبارك بيها أطبقها على مراتي وعلى حماية وعلى حماتي وعلى أخت جوزي وعلى أخو جوزي. لا، أرجوك
اسمع النصيحة اللي الرب يسوع قالها لبطرس، خليك في ايه؟ أيوه. في حالك. جميل. يعني انا اللي جوه قلبي انه يا رب انا عايز اعيش ايامي مثمر ليك. أمين. وعايز اتمم خطه حياتي. امين. انا عايز ابعت رساله بقى دلوقتي، لانه الاسئله اللي جات لنا زي ما انت شرحتيها في الاول. أيوة. انا كده كده لما تيجي المحطه هنزل، واللي ربنا عايزه يكون، وهو ما حدش بيموت ناقص عمر، والعمر واحد والرب واحد ورب واحد. انت شرحتي ان الواحد تبنى العقيده دي ليه؟ عشان العرف، وعشان تريحه من الضغط اللي هو فيها. احنا كتير اتكلمنا كفريق اعداد، فزي ما قلت لحضرتك في الاول انه في زي ما قلنا في بدايه الحلقه تحصل حاله من الزهق. يعني بقى لنا شهر وشويه وخلاص زهقنا، وفي نفس الوقت في تحديات ماديه. فانا عندي زي حجر كبير كده اتركن عليه. ايه بقى اللي اتركن عليه؟ انه ما حدش بيموت ناقص عمر. فده ملاذ كان لكثيرين، انه مش مشكله بقى نتحرك، مش شرط نهتم قوي بالاجراءات الاحترازيه زي ما كنا مهتمين قبل كده. يعني مش شرط قوي، لان هي مش هتفرق كتير. انا بشجع اللي بيفكر بالطريقه دي، او كان بيفكر بالطريقه دي، ان ما كنش النهارده قلقته، بس بدل ما انت رامي ايمانك على مشاهدات او عرف او كلام الناس بتقوله، تعال ارمي ايمانك على كلام الله احسن. ايه رايك لما تنضم لمدينه السماويين اللي ساكنين على الارض؟ ايه رايك لما تنضم لمدينه الله ساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت؟ وكلمه يبيت يعني لما الواحد ينام، لا انا عايز قوه شديده تحميني اكتر، مش بس الصبح، لا حتى وانا نايم. ليه ما تنضمش للمدينه دي؟ كنا قلنا قبل كده مدينه الله مفتوحه ويمكن الهجره اليها، ولكن لا تعطي فيز. أيوة. قلنا بس تعطي الاقامه بالميلاد. يعني لو تحب انك انت تنضم للمدينه دي، ايه رايك لو تتولد فيها وتبقى فعلا بني ايمانك ساعتها بقى مش على وهميات وقدريات وحاجات بتالفها ما فيهاش اي فكر كتابي واضح وتفترضها عشان تطمن. طب وليه تفترض وتطمن على حاجة وهمية؟ طب ما تخش المدينة وتطمئن، ما تصبح من سكان هذه المدينة، ما تصلي معنا دلوقتي تقول يا رب انا هنضم لهذه المدينة واتولد فيها ولادة جديدة، هقبلك يا رب يسوع المسيح انك انت الملك بتاع المدينة بتاعتي وبالتالي ملك على حياتي، سلمك حياتي وعمري واطمن وعيش جوه المدينة الجميلة الحلوة دي. أنا شايفة أنها دعوة رائعة في الوقت اللي احنا فيه. أنا فرق معي اللي حضرتك قلته، أنه بلاش أتركن على غيبيات، وبلاش أتركن على أمور مش من الكتاب المقدس، لكن أنا ليا أنه أتركن على كلمة الله الحية الباقية الثابتة الصخرة. فأنا مش محتاج لده، أنا محتاج أكتر لده. تمام. وهو زي ما قلنا، لأنه ينجيك من فخ الصياد، من وباء الخطر، ولا من وباء يسلك في الدجى، ولا من هلاك يفسد في الظهيرة، وبعدين من طول الأيام أشبع وأري. خلاص، في امتيازات عظيمة لسكان هذه المدينة، مش معنتها أنني لن أعيا ولن هيجيلي برد ولا هيجيلي إنفلونزا، محفوظ ومستور. وزي ما قلنا هي العازر، العازر ليه امتيازين. سكان المدينة دول كلهم اسمهم العازر. ايوه حضرتك قلت لنا كلمتين عن العازر، ان هو ليه حل من اتنين. قدام اي مشكلة يا في احضان. أيوة. ابراهيم انا مطمن، مش مستحضر، انا مطمن مش مستهتر. ليه ما تنضمش للمدينه دي؟ مطمن مش مستهتر. امين. نحب نكون بننضم للمدينه دي. استاذن حضرتك نكون فعلا بنصلي، لانه انا اعرف ناس كتير قلقانه، ناس كتير تعبانه، وناس كتير مضطره انها تنزل وهي خايفه، لكن احنا لينا النهارده امان في مدينه الله. استاذن احنا نكون بنصلي مع اختنا نرمين من فريق الصلاه. هل نرمين معانا؟ تفضلي نرمين. بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. نبارك يا رب اسمك ونعظمك، نشكرك، اشكرك يا رب لاني مرحب بيا اني اكون بسكن في ظل القدير، في ظل ملك الملوك ورب الارباب. اشكرك يا رب لانه ليا عندك كل الامان وكل الطمانينه، كل الحمايه، كل الرعايه. اتمتع يا رب بشخصك كده، وانت في بتظلل عليا من كل ناحيه. اشكرك يا رب لانه الايام دي احتاج قوي اني اكون باخد القرار ده، اني
اجي واسكن تحت ظل جناحيك، وما تكونش يا رب الايام بتعدي وترجع تاني الظروف تتحسن وارجع ابعد عنك تاني، لكن انا بطلب انه ده يكون بيتي، ده يكون مكاني اللي اكون فيه طول العمر يا رب، طول العمر. اشكرك لانه من طول الايام تكون بتشبعني، اشكرك لانه ليا حياه طويله مثمره اكون كده فيها باتي بالثمر اللي يكون بيفرح قلبك. اشكرك لانك انت قلت كده انه انا نور وانا ملح، اشكرك لانه اعيش كده وانا متمتع بكل اللي انت مديهوني، واكون في تكليفي واكون في دوري واكون بعمل يا رب كده كل اللي انت عايزني اكون بتحرك فيه، لانك اعددت ليا الكتير فما كنتش بكتفي بالقليل اللي انا فاكر انه عندي، لكن بباركك لانه انا اناء يسكنه الروح القدس اللي يعمل بيا الكثير والكثير. انا بتبعك وبختار، بختار اني اكون بسكن يا رب في بيتك، اكون طوع امرك، اتمتع دايما بكل رعاية وبكل حماية، واشكرك رب لانه قلت انت يا رب ملجئي، جعلت العلي مسكنك، لا يلاقيك شر ولا تدنو ضربة من خيمتك. انت وعدت بكده انه لانه تعلق بي انجيه ورفعه، لانه عرف اسمي يدعوني فاستجيب له، معه انا في الضيق انقذه وامجده. انا بصدق رب كل كلمة انت قلتها علشان اكون انا بعيش فيها، انا بختار اني اكون بصدقك كل الايام يا رب، وتكون حياتي ليك كل الايام، اكون طويلة العمر ومثمرة جدا لحساب السماء. ليك يا رب كل المجد، امين. امين امين. نشكرك جدا يا نرمين. هنسألك، احنا اتكلمنا عن امتيازات السكنة في مدينة الله، ومن ضمنها انه مش بس حماية، مش بس انه انا العذر اللي ليا، يا اما حتى لو جاء مرض انه اخف او اكون في احضان ابويا، لكن كمان انا ليا انه اشبع بطول الايام زي ما الكتاب قال. خليني ارجع تاني للسؤال، وان كان حضرتك قلت انه في ايات كتير، ايه دوري في كده؟ هل انا ليا دور؟ انا قلت ان في 10 نصايح كتابيه تطيل العمر، حاول اعبر عليهم بسرعه عشان الحلقه ما تنتهيش، واسمح لي هرجع لهم بقى بالتفصيل عشان افهمهم. مثلا في سفر الامثال بيقول يا ابني لا تنسى شريعتي بل يحفظ قلبك وصاياي، ليه يا رب؟ فانها تزيدك طول ايام وسنين حياه وسلام. انا هعبر بسرعه الايات عشان بس نفهم ان ده فكر كتابي راسخ، مش ايه بنبني عليها عقيده. هقول الايات بسرعه كده وهرجع لهم. تمام. انا اسفه، يعني هي احنا اللي انا متوقعه ان حضرتك هتقول ايات مرتبطه انه لما العمر. بعيش الايات دي بتممها، بتمم الوصيه دي، بتساعد على اطاله العمر. بتساعد على اطاله العمر. سفر التثنيه 44، احفظ فرائض ووصاياه، وبعدين لكي تطيل ايامك على الارض التي الرب الهك يعطيك اياها. بعدين في عدد 46، لكي توصوا بها أولادكم ليحرصوا أن يعملوا بجميع كلمات هذه التوراة، ده كمان لأولادي. وبعدين يقول لأنها ليست أمرا باطلا عليكم بل هي حياتكم، وبهذا الأمر تطيلون الأيام على الأرض التي أنتم عابرون إليها. يعني دي مش آية معدية زي ما بقولك، عشرات من الآيات. نقرأ كمان إيه تاني؟ طوبى الإنسان الذي يجد الحكمة وللرجل الذي ينال الفهم. وبعدين يقول إيه؟ في يمينها طول أيام وفي يسارها الغنى والمجد. في أمثال 9:11، لأنه بي تكسر أيامك وتزيد لك سنو الحياة. مخافة الرب مثلا، مخافة الرب تزيد الأيام، أما سنو الأشرار فتقصر. كلام كتابي مفهوش تأمل يعني. بيقول ولا يكون خير للشرير وكالظل لا يطيل أيامه لأنه لا يخشى قدام الرب. التقوى تطيل الأيام. لكي تتقي الرب إلهك وتحفظ جميع الفرائض ووصايا التي أنا أوصيك بها أنت وابنك وابن ابنك كل أيام حياتك لكي تطول أيامك. ترنيمة المصاعد، طوبى لكل من يتقي الرب وترى بني بنيك، إشارة إلى طول الأيام. استحب الرب إلهك وتسمع لصوته وتلتصق به الذي يطيل أيامك، تثنية 30:20. فضعوا كلماتي هذه في قلوبكم، أنا عايز أقولك أنه فكر راسخ كتابي، وضعوا كلماتي على قلوبكم وعلى نفوسكم ليه؟ لكي تكسر أيامك وأيام أولادك. الرحمة والمشاعر الطيبة، لو لقيت أم
وتحت رأدة، يعني طير رائد على صغيرين، يقول لك اطلق الأم وخذ لنفسك الأولاد، شوف الرحمة قد ايه، لكي يكون لك خير وتطيل الأيام. أقول حاجة تانية، عبادة الرب واحد، وتعبدون الرب إلهكم في خروج 23-26، ولا تكون مسقطة ولا عاقر في أرضك وأكمل عدد أيامك. الآية الشهيرة إكرام الوالدين، اكرم أباك وأمك لكي تطيل أيامك على الأرض، ودي مش عهد قديم بس، في أفسس اكرم أباك وأمك، أفسس 6:2، اكرم أباك وأمك التي هي أول وصية بوعد، لكي يكون لكم خير وتكونون طوال الأعمار على الأرض. يعني محدش يقول ده عهد قديم بس، أيوة أنا كنت لسه أقول حضرتك بالظبط، ده فكرة راسخ كتابية. بس العهد الجديد ادانا صفة أجمل وأقوى، أن العمر يتقاس بإثماره وإكساره وتأثيره الروحي، مش بس زي زمان الحروب الجسدية والأعمال اللي كان كده. ففي العهد الجديد مدينا كمان ثمر جميل لهذه الحياة وأثر فيها. عندي 10 آيات تانية تحذيرات قد تؤثر على قصر العمر، فده فكر كتابي راسخ يعني، فاهمة؟ شوفي عشرات من الآيات تمام. في مقابل التقليد والعرف اللي احنا بنسمعه يعني. طيب انا عايزه استاذ حضرتك بس تكون بتاكد تاني على فكره العهد القديم، يعني الايات كلها كتابيه وواضحه جدا ومرتبطه بحاجات كتير، يعني مرتبطه بطاعه وصيه الله، مرتبطه بمخافه الله، مرتبطه بالحكمه، مرتبطه باكرام الوالدين، فمرتبطه بامور كتير جدا، انه كلها اللي مرتبط بيها انه تكون طوال الأعمار أو أنه تكون في كثرة أيام. وفهمنا ليه كمان، يعني مش فكرة غامضة يعني، مش طول، لا مش فكرة كده، يعني مش بتعايق بطول العمر، أنا بجري في سبق فعايز أخلصه، يعني مش بتعايق أن أنا يا سلام أنا ابن ربنا فعايش كتير، لا ده أنا عايز أكرم الناس اللي حواليا وأقدم لهم نور وأقدم لهم حب وأقدم لهم خير أطول فترة ممكن. يعني عارفة الأم لما تكبر تقول أنا خدمت أولادي وبخدم أولاد أولادي وربنا يديني الصحة أكمل مأموريتي، فاهمة إزاي؟ أنا خدمت أولادي طب ليه أنت عايزة تعيش يا ماما؟ ليه دور ونفسي أكمله، نفسي أشوف أولاد أولادي كمان واقفين على رجليهم، أتمنى يجي اليوم اللي أحضر فرحهم وإجلي لهم. قال أنت عايزة إيه؟ أنا عايزة أكمل السعي، أنا عايزة أتمم خدمتي. ده المفهوم البسيط طبعا، هي تهتم جسديا وتهتم روحيا أيضا. تمام. فاحنا واحنا بنتكلم احنا مش بنقول اولا طبعا يكون انه بولس الرسول يستشهد بنفس الايه اعتقد في رساله افسس انه برضو تكون طوال الاعمار، فده ده بياكد انه احنا في العهد الجديد هي نفس السكه، لكن حضرتك اضفت انه في امتياز اعظم انه مش بس كثره ايام كعدد لكن كعدد واثمار. المفتاحين نور وملح، نور وملح. فانا عايز اقعد اطول وقت ممكن علشان اكمل السعي بتاعي. تمام. خليني برضو احنا خدنا نقطة اول واحدة ساكن في ستر العالم. نقطة تانية اللي قلنا حفظ الوصية. بس هفهمها بمفهوم كبير. بس هقرأ بسرعة الآيات عشان عارف الوقت جري. يا ابني لا تنسى شريعتي بل يحفظ قلبك وصاياي فانها تزيدك طول ايام وسنية حياة وسلامة. هتكلم في حتة وسلام. يعني حياة سالمة. مش حياة مهددة. مش اللي طول العمر شقة. لا ده نوع تاني يعني. فهقول أنه من ضمن وصايا الرب بالنسبة لنا ليست وصايا روحية فقط، في وصايا كتابية تتحدث عن صحتنا وأجسادنا، عهد قديم وعهد جديد. عهد قديم نسمع أن الرب كان بيدرب شعبه على النظافة الشخصية في أوقات كتير، كذا تغسل ثيابك وتترحض بماء ده تغتسل وتنضف عشان النظافة الشخصية، وده كمان في العهد القديم والعهد الجديد. يعني في كورنثوس الثانية يقول إيه؟ فإذ لنا هذه المواعيد أيها الأحباء لنطهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح، مش دنس الروح بس، هنا اهتمام بالنظافة الشخصية، إحنا كنا بنفهمها زمان اللي هي خطايا الجسد، لكن هي تتكلم أصلاً عن الأمر اللي يخص إني واخد بالي النجاسة، يعني الأمور الوحشة والغير نظيفة قد تسبب أمراض. نشوف مثلاً في العهد القديم يقول لك إيه؟ مثلا من جلس على متاع الذي يجلس عليه ذو السيل، ده كان مرض، يغسل ثيابه ويستحم بماء يكون نجسا. خلي بالك ما تلوث نفسك بالامراض، ما تجيبش لنفسك امراض، اهتم بالنظافه الشخصيه. هارون كان عاملين له مرحاضه مخصوص فيغسل هارون وبنوه ايديهم وارجلهم منها النظافه الشخصيه.
اهتمامنا بأجسادنا أفسس، فإنه لم يبغض أحد جسده قط بل يقوته ويربيه، كما الرب أيضا الكنيسة قديس أغسطينوس يؤكد الفكرة دي، يقول لنهتم بالجسد وإنما فقط في حدود الصحة، يعني مش في الأفوارة والتكبر وكده، لا في أمور الصحة، في أمور الصحة أهتم بجسدي في أمور الصحة بالزبط. أنا مش بهتم أن أنا أدلله ولا أني ألبيله كل اللي هو عايزه، لكن أنا بهتم بيه في إطار الصحة. ليه؟ لأنه وزنة سماوية برضو إهمالها مش حاجة كويسة، ما عملش زي اللي دفن الوزنة تحت التراب. ويقول إيه؟ يقوته ويربيه كما الرب أيضا للكنيسة. طب الرب بيعمل إيه في الكنيسة؟ يرعاها في مراعى حسن، يحميها من الأعداء. زمان كان الراعي يهتم بنظافة الخراف وبطعام الخراف وبماء الخراف ونوع الطعام. الراعي كان ينقي ايه الكلأ المفيد وايه الكلأ اللي فيه سموم او اللي فيه مثلا اشواك، كان يعتني بكنيسته كل العناية. انا كمان مطالب كتابيا اني احافظ على جسدي واعتني به، الامور الصحية، الامور اللي هي بعد عن المصادر العدوى، الأكل الصحي، النوم المناسب، وإحنا اتكلمنا وتعرضنا بالحاجات دي. يعني ما قدرش نروح عن الدنيا ونعمل الدنيا كلها روحيا بشكل غير طبيعي. أجيب لك مثال يعني في تقرير كانت عملته البي بي سي متاخد من سجلات منظمة الأمم المتحدة، قالوا سنة 60 على ما أذكر عملوا متوسط عمر الإنسان، ساعتها متوسط عمر الإنسان كان حوالي 52 سنة ونص. عملوا متوسط عمر الإنسان سنة 2018 على ما أذكر أو حاجة زي كده، تخيلي عمر متوسط عمر الإنسان. طبعا ده بيعملوا دايما في أوروبا وأمريكا اللي فيه بيانات، لكن في متوسط عمر الإنسان وصل 2018 ل 72 سنة. وكأنه في 60 سنة زاد عمر الإنسان متوسط يعني متوسط. كبير وصح حوالي 20 سنة. هل ربنا كان كاتب بقى ساعتها الأعمار قصيرة دلوقتي كتب الأعمار زادت؟ لا. التحليل بيقول ايه زيادة بالزيادة؟ الاهتمام بالصحة، رعاية صحية اكيد طبعا، والاهتمام بالادوية والوعي الصحي. اذا انا كانسان ليا دور، هل ربنا كان ساعتها كاتب العمر قليل وبعدين اتفاجئ يا ده الناس خدت بالها من صحتها نزود العمر شوية؟ يعني فرضية عايز اقول مش من المسيحية، واللي يبحث في جذورها يجد انها قضاء وقدر وقدرية، ودي امور احنا كمسيحيين مش بنؤمن بان الله يفرض على الانسان شيء. طيب يعني اللي حضرتك بتقوله انه على الاقل بالنسبة للآية دي، بالنسبة لارتباط طول الايام او طول العمر بوصايا الله، من ضمن وصايا الله انه اهتم بصحتي، من ضمن وصايا الله انه اهتم بالوزنة اللي هو الدهاني، كلام كتابي بالضبط. فلان لو انا اهملت هذه الوزنة انا كده فعلا ليا دور في انه عمري ايامي ممكن تقل. وطبعا ده احنا كاطباء بنشوفه طبعا، يعني في مرضى في يعني امراض كتير الانسان دي دخل فيها. انا برضو ايه يعني ما بحبش اجيب مشاهدات زي ما اقول لك، انا بحب اتكلم على احصائيات وارقام. تمام. يعني ما اقدرش اقول يا سلام الناس دلوقتي بقت تاكل كويس، ما اقدرش اقعد اتكلم كده. اذا ما عنديش احصائيات بتبقى مشاهدات ما بنيش عليها وجهه نظر. لكن انا جبت احصائيه في الامم المتحده. أيه. سنة 60 كانت كام؟ وسنة 2008 قولي مثلا 2020 عشان نقول 60 سنة بالتقريب، تزايد عمر الإنسان بنسبة كبيرة. طب ليه؟ في التقرير بيقول بسبب الاهتمام بالأمور الصحية، وجود أدوية بتقي من أمراض وكانت بتسبب وفاة، وبالتالي ده شيء لازم نعتني به، ده وصية ربنا، ده مش اختراع العلماء. لكن دي وصية ربنا. المسيحية بتهتم بالنظافة الشخصية، تهتم بالعناية الإنسان بنفسه، مش تحت بند الخوف خلي بالك، ولا تحت بند الاستهتار. نحن نعتني بأجسادنا ليس خوفا وليس استهتار، بل إن احنا عارفين إن وصايا الرب لينا مش علينا. يهتني بيقول لك كل واحد يقوته ويربيه، يعني مش أكله وشربه، كمان التربية. وبنعرف ان كانوا زي ما بقولك الرعاة بيهتموا بان الخراف تأكل انواع معينة من الأطعمة وكميات معينة، والمياه تكون بشكل معين، والراعي كان يحط ايده في المية قبل ما ياخد القطيع فيها ويدرس وهو راجع القطيع زي ما درسنا قبل كده، يحط عصاية عشان يواخد خروف خروف ويشيل منه الحسك الشوك مثلا بعض الحشرات اللي قد تكون مؤذية. عناية فائقة. طب العناية الفائقة دي كما الرب للكنيسة، طب اذا انا لازم اعتني بجسدي مش بروحي ونفسي، ده مهم بس كمان يجب ان تفعله هذه ولا تتركه تلك،
أنا بتوب كل يوم، بشيل الخطية وأثرها كل يوم، بقدم اعتراف كل يوم، وفي نفس الوقت واخد بالي من جسد. هل اعتنائي بالوصايا دي يسبب تأثير على طول العمر؟ نعم، أنا بتكلم on general. أيوه بشكل عام. طيب هل الآية دي بس؟ لا، يقول الكتاب كده، لأنه ليس أمرا باطلا عليكم بل هي حياتكم، وبهذا الأمر اللي هي الوصايا تطيلون الأيام على فين؟ الأرض التي أنتم عابرون. طبعا في العهد القديم الأرض دي كانت أرض كنعان، لكن إحنا أرض مشيئة الله. أنا بعيش في كنعان الروحية، بتطيل أيامي في هذا الأرض، بعيش أيام طويلة في أرض كنعان، أثمر وأكثر وأملأ الأرض وأكون نور وأكون أثر في عيلتي، في أحفادي، في قرايبي، في جيراني، في الناس اللي حوالي. أنا نور، سواء يعني متأسف مش قصدي أقول سواء أردت أو لم أرد، لما نور بيبقى معدي ما بيقولش الناس تبص على النور. أيوه. الناس لو كان في ظلمة هتبص على النور، تعمل إيه؟ تمشي مع اللي مع نور. يعني لو فرضنا أن إحنا في مكان مظلم في الشارع، فجأة النور قطع فيه، قطع كام؟ واحد معه مثلا موبايل أو كشاف وماشي، الناس هتمشي وراه. ليه بتمشي وراه؟ مش عشان نور، عشان معه نور. خايفين نوع في مطب، خايفين نوع الراجل هو معاه كشاف وبينور السكة، معاه كشاف. الفضل مش ليا، الفضل للنعمة الغنية، الفضل لأبوك السماوي اللي عملنا آنية للروح القدس. مش هو اللي قال كده أن روحي يكون فيكم وروحي ده هو اللي هيدلكم النور؟ أيوه. وروحي ده اللي هيدلكم القيمة، وروحي ده اللي هيدلكم التأثير. أنا بفتخر بروح الله اللي جوايا، مش بفتخر بنفسي، ومقدره وفهمه وحاسس بيه، وعايز يكون مؤثر، عايز الناس تشوف النور وتمشي وراه. فده تاني حاجة. هل في وقت أقول ثالث حاجة ولا الوقت كده؟ لسه في وقت. أخذ واحدة ثالثة كده. الحكمة والفهم. الحكمة والفهم. طوبى الإنسان الذي يجد الحكمة والذي ينال الفهم، لأن تجارتها خير من اللآلئ، في منها طول أيام وفي يسارها الغنى والمجد. طب هو إيه الفرق بين الحكمة والفهم؟ لو قلنا مثلا الحكمة والفهم، يمكن إحنا كحاجة درجة ممكن نحسهم قريبين من بعض. هو قريبين من بعض، بس في فرق مهم بينهم. الفهم إني أفهم الأمور بشكل كويس، الحكمة إني أتصرف كويس. الفهم جايز ليها دعوة بالذهن أكتر، لكن الحكمة ليها دعوة بالتصرف كمان. يعني قد أكون بفهم ولكن بتصرف مش كويس، يعني أنا فهمت إنه فلان ده قصده حاجة فهاجمته ما كانش مفروض حاجة. يعني عشان كده يقول الكتاب الذي يجد الحكمة للرجل الذي ينال الفهم. فأنا محتاج للاتنين دول. ليه؟ ليدي طول عمر فعلا، لأنه الأثر السلبي للواحد بيعمله أثناء عدم الحكمة بيبقى حاجة مش كويسة، صراعات وخلافات. يعني بيعمل صراعات، يعني لو فرضت أن أنا زوج فهيم وغير حكيم، فبرجع البيت فاهم كل حاجة، والأيام دي قاعد في البيت فملاحظ كل حاجة. أيوة. فده غلط وده غلط وده غلط وده غلط. طب ما هي كمان مشتوتة، طب ما هي أعصابها برضو مش شايلة حمل، طب ما هي كانت شايلة الحمل ده كله وانت ما كنتش واخد بالك. طب أنا زوج وبحب ان انا كل حاجة تبقى بيرفكت، قوم ساعد شوية كل حاجة تبقى معلش كمالية. النصيحة قوم ساعد. فجايز يكون عندي فهم لكن جايز يكون الحكمة مش كتيرة. طب أعمل صراعات، طب أعمل خلافات، طب أعصابنا تتشد، طب الضغط يعلى، طب القلب يتأثر، طب الصحة ممكن يجرى لها كذا، طب ياما أمراض بتيجي من النرفزة والغضب والانفعال. في مثل شعبي يقول النكد دي أثر العمر. مش بس مثل، دي مشاهدات طبية ودي أسباب طبية. يعني أنا مش لا أؤمن بالأمثال، أنا أؤمن بالكتاب المقدس والأمور العلمية المثبتة. فالعلم بيشرح أن في كتير من الأمراض الجسدية سببها نفسي، سببها انفعال، وسببها ستريس. فهنا لما نقول إيه؟ يجد الحكمة والرجل الذي ينال الفهم، والزوجة كمان امرأة حكيمة من يجدها ثمنها يفوق اللآلئ. أنت لسه قاعد في البيت، طب ما أنت تبطل تتكلم كل شوية، طب هو طبيعته كده برضو، فوتي له حاجة ويفوت حاجة والدنيا تمسي، بدل ما البيت يتحول إلى إيه؟ أصل هو كده غاوي انتقاد، ما روهوش غير انتقاد. يا ستي معلش، طبيعة ظروفه وشغله بتستدعي أن يكون مدقق وياخد باله من كل حاجة. يعني قصدي أقول أن محتاجين فهم وحكمة، لأن ده يدي رحابة صدر ويدي فرصة الإنسان يكون هادئا أكثر من انفعالا وغضبا وصياحا، وده ممكن يأثر على صحته وعلى حياته. بس ده تفسيري أنا، لكن ممكن الكتاب المقدس يبقى له تفسير أوسع وأكمل وأشمل من كده. فالحكمة والفهم من ضمن الأمور اللي
تطيل العمر. وفي أمثال 9 ده الأولاني، أمثال 3، أمثال 9 لأنه بي تكسر أيامك وتزيد لك سنو حياة. أبونا تدرس يعقوب بيعلق على الآية دي يقول إيه؟ ذهب الحكمة كسرت أيام وزيادة سنية الحياة. أقولها مرة تانية. ذهب الحكمة كسرت أيام وزيادة سنية الحياة، الآية أصلها واضحة. يعني مش محتاجة إن حد يفسرها كده ولا تفسر. لأنه بي تكسر أيامك وتزداد لك سنو حياة، يعني تكسر الأيام وسنو حياة. طب السنين يعني إيه؟ مش مقصود بيها بقى، مش هنقول بقى مرموز ورمز وكده، لا. طولة عمر في المسيح، تكسر أيامك تزداد لك سنو حياة. ليه؟ عشان تثمر وتكسر. شخص حكيم موجود يصلح الأمور، يقرب الدنيا من بعض، المتخاصمين يجيبهم مع بعض، يقدم خدمة، يقدم عمل لله. تخيل إن العالم فقد الحكماء، يبقى صعب قوي. طيب إذن موجود ليا دور قوي، أمور كتير جدا جدا ما تمشيش غير بالحكمة. ده شخص واحد حكيم وسط مثلا في الشغلة، اللي شخص كده عاقل يلم الدنيا، الدنيا قلبت كده وفجأة سخنة، كلمة واحدة ممكن منه يروح داخل كده قال كلمة الدنيا هديت. طب لو الحكماء دول تركوا الأرض، أنا أقصد الحكماء بالروح يعني، تركوا الأرض، ماذا يحدث للأرض؟ عشان كده بقولك ما تستقلش اللي جواك، ما تستظهرش النعمة اللي جواك، ما تستظهرش دورك، لأن دور مهم ودور مؤثر، وده ينعكس على المحيط الداخلي والمحيط الخارجي. تمام. فيعني كل الآيات اللي حضرتك قلتها، يمكن حضرتك قلت 10 آيات، وجايز اتكلمنا بإسهاب عن ثلاثة أو ثلاثة منهم أعتقد، مش كده؟ إنه بتقول إنه لا، ده أنا ليا دور. هو مش أيام ومكتوبة ومش عمر ومكتوب واللي ربنا عايزه هيكون، لا، اللي ربنا عايزه أن أنا أعيش شبعان أيام، والأيام حضرتك قلت مش بس سنين، لكن سنين مثمرة. صح، مثمرة، مفرحة، مبهجة، مؤثرة. لما بيعملوا إحصائيات عالمية عشان يشوفوا الدول الأكثر سعادة، بيقولوا يا ترى كل سنة أنت فرحت كم ساعة؟ شهر مثلا، يعني شهر مقصود بيه مش شهر كامل، يعني ساعة هنا وساعة هنا وساعة، مجموعهم يعني 24 في 30 ولا كام. العمر يقاس بأثره. أيوة. بفرحة روح القدس، ثمر روح القدس، محبة، فرح، سلام، بنعمته، بتحقيق التكليف السماوي. عايز أخلص خدمتي، عايز أخلص الماتش بتاعي، عايز أخلص السبق بتاعي، عايز أخلص السعي بتاعي، عايز أخلص اللي أنا مفروض إن أنا أكمله. ده مفهوم سماوي كتابي. طيب. غير ان مخافة الرب اصلا تزيد الايام، دي كمان نقط تانية ممكن نتكلم فيها في مرات تانية. أيوة. يقول لك مخافة الرب تزيد الايام، وبعدين في سفر الجامعة لا يكون خير للشرير وكالظل لا يطيل امامه ايامه لانه لا يخشى قدام الله. مخافة الرب تزيد الايام، واللي لا يخشى الله ده بيأثر على العمر بتاعه. ده كلام الكتاب المقدس. عايز اقول بس في كلمه اخيره، ان في مجموعه فاكتورز بتحدد عوامل. عمر الانسان في فاكتورز، في عوامل بتحدد عمر الانسان، عمر الإنسان. نعرف بعضها وما نعرفش، في حاجات ما نعرفهاش. نعرف اثر الانسان اهو من خلال اثر الانسان اللي هو اختياراته. انا بختار الحكمه، انا بختار اني اخاف الله، بختار ان انا اكرم ابويا وامي، بختار ان انا احافظ على صحتي. صح. دي كلها اختياراتي. في التكليف الإلهي، يبقى أنا خيارات وتكليفات، خيارات وتكليفات. واحد عنده تكليف طويل، واحد عنده تكليف صغير، واحد عنده تكليف ممتد. في الظروف اللي حواليا، يعني مثلا من لو ناس عايشة من 50-60 سنة، الظروف الصحية ما كانتش زي دلوقتي. في المكان البيئية، يعني ظروف صحية وبيئية. أنا مولود في مكان ما حدش بياخد باله، ففي نسبة تلوث ضخمة. أيوة. جدا. في كمان الفكرة الإلهية أو الخطة الإلهية اللي الخيري، مش اللي مكتوبة علي. ده لي خطة وده لي خطة وده لي خطة. دي مرتبطة شوية بموضوع التكليف، مش كده؟ اللي هو حياتي. التكليف يعني جزء من الخطة، جزء بس من الخطة أشمل وأوسع. دي بعض الفاكتورز، وفي فاكتورز تانية. يعني ما أقدرش أقول إيه، لو عملت كده تعيش طويل، يعني ما تقدرش. فاهمة إزاي؟ تقتطف جزء. بس ده مؤثر وده مؤثر وده مؤثر. يعني اللي اتكلمنا عليه النهاردة ده عامل من ضمن العوامل اللي بتؤثر في طول الأيام. صح، بس ده ليس العامل الوحيد. زي برضو ما شرحنا قبل كده. أيوة. حتى في صحة الإنسان بيقول طيب أنا لو باكل كويس
بس مثلا ما مش بعمل تمارين، لا مهم التمارين. طب لو بتمرن كويس بس بنام بشكل مش مظبوط، لا انا يبقى دي فاكتورز ومتواليه او نقدر نقول مصفوفه. كل واحد فيه ليه تاثير، مش واحد بس اللي ليه تاثير. علشان كده ما اقدرش اقتطف حاجه وابني عليها عقيده. يعني ممكن حد يبعت لي سؤال، طب لو واحد ماشي بالحكمه فقط يعيش 200 سنه، اقول له فاكتور مهم ومؤثر وضروري ولكن ليس وحيد. مين هو ده؟ ملخص، بس ملخص مهم جدا، لانه يعني حط نور على نقط كتير قوي قوي في الحلقه. بشكر حضرتك، كانت حلقه غنيه بمفاهيم جديده بس كلها لخيرنا. بشكر حضرتك جدا على الحلقه. اعزائي المشاهدين، لينا النهارده نور من السماء، ان كل حد فينا، كل حد من ولاد الله، كل حد من الساكنين في مدينه الله هو نور للعالم، هو ملح في الارض. لينا كده جوه قلوبنا انه نقول له يا رب احنا مشتاقين نكون بنتمم السعي، مشتاقين نكون بنكمل خدمتنا، نعيش زي ما انت قصدت، ولما اكمل خدمتي اذهب الى بيتي. ربنا معاك.